شكرا للزميلة أمل الرئيسي على هذا التقرير المميز، ولمن خلاله في الحقيقة سلطت الضوء على جانب جدا مهم يتعلق بالأطفال، أهمية القراءة بالنسبة للأطفال وما تحملها القراءة من الكثير والعديد من الأمور والمهارات التي يجب أن يتقنها الطفل لبناء وخلق جيل واعي مثقف قادر على مواجهة التحديات المختلفة. من هذا التقرير مشاهدينا ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة، وفقرة مجالات وتخصصات. كل أحد أو كل أسبوع مشاهدينا تعودنا أن نحن ندرس ونتعرف على تخصص جميل في جامعة الشارقة، لله الحمد جامعة الشارقة برؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، تعتبر من الجامعات الرائدة في الكثير والعديد من المجالات البحثية. تقدم هذه الجامعة للطلبة المنتسبين عدد من البرامج وكذلك التخصصات العلمية والبحثية. اليوم نتكلم عن تخصص علمي مميز وجميل، وهو تخصص البكالوريوس في علم الكيمياء. ويسعدني مشاهدينا رحب معكم في الاستديو بضيوفي، أكيد الأستاذ الدكتور رائد عبد الله القواسمة رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الشارقة، وكذلك نرحب معكم مشاهدينا بالأستاذ محمد عدنان الأحمد وهو طالب سنة رابعة في تخصص بكالوريوس الكيمياء. يا هلا ويا مرحبا بكم، صباح الخير. صباح الورد. أهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. دكتور رائد، في البداية قبل ما نتكلم عن تخصص علم الكيمياء وأهمية هذا التخصص، نتكلم عن المميزات. شو اللي يميز هذا التخصص العلمي عن بقية التخصصات؟ صباح الخير بداية، وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني تخصص الكيمياء هو التخصص العربي الأصيل، بحيث أنه ينتسب إلى جابر بن حيان العالم العربي المميز اللي أسس علم الكيمياء. من التخصصات العلمية الموجودة في جامعة الشارقة، واللي رئيس جامعة الشارقة الشيخ سلطان أولاها اهتمام خاص الحقيقة، اللي هو تخصص الكيمياء. تخصص الكيمياء يختلف عن التخصصات الثانية أنه متشعب ومرتبط في نهضة وتطور الدولة بشكل عام. مجالات عديدة يتخصص فيها طالب الكيمياء، ويستطيع العمل فيها في مجالات مختلفة لاحقا عند تخرجه من جامعة الشارقة. والحمد لله جامعة الشارقة لها اسم مميز في هذا التخصص، بحيث أنه طالبها مباشرة عندما ينهي الدراسة يستقطبه الكثير من مجالات الأعمال المختلفة في الدولة. فنحن لسنا تخصص منفرد، ولكننا مميز بالتشعب المستقبلي للطالب. الحمد لله. دكتور رائد محمد في السنة الرابعة، نحن بنتعرف على هذا التخصص أكثر من خلالك محمد، ولكن شو اللي خلاك تدرس هذا التخصص؟ هل هناك دعم من الأسرة على سبيل المثال؟ منو دعمك؟ منو شجعك؟ وليش اخترت هذا التخصص بالتحديد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ويتقدم كلمة شكر لقيادة العامة لشرطة دبي ومتمثلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنهم أعطوني هذه البعثة، أعطوني هذه الفرصة أني أدرس في مجال الكيمياء في صرح جامعي شامخ كجامعة الشارقة. السبب أني أدرس، أني درست الكيمياء، يعني أنه كان عندي شغف منذ الصغر، يعني من المدرسة وفترة مدرسية، أن أمي وأبوي دائما دعموني أني أنا أتطور في المجال العلمي وأني أفيد الدولة وأفيد المجتمع في نواحي كثيرة، وأني أنا كان فيني فضول، يعني فضول، لأن يعني التفاعلات الكيميائية موجودة حوالينا، يعني إن فجسمك يعني أساس تفاعلات كيميائية سواء في الجهاز الهضمي ولا في توازن الهيموغلوبين وإلى آخره. جميل يعني. جميل. فهو كان دافع نفسي ودافع معنوي إني أنا أبى أعرف شو وراء هالأشياء وشو اللي تحرك الحياة نفسها، يعني
نعم دكتور رائد، يعني مثل ما ذكر محمد التفاعلات الكيميائية، التخصصات العلمية بشكل عام سواء الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء، نحن من خلالها نصحح الكثير والعديد من المفاهيم الخاطئة عند الكثير من الناس. يمكن نسمع كثير من الأشخاص يقولون شو الفائدة نحن ندرس تخصص علمي ما بنستفيد منه عقب، ولكن في الحقيقة التخصصات العلمية الكيمياء والفيزياء والرياضيات جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا، صحيح؟ أكيد أكيد أكيد، هذا شيء يعني مؤكد جدا. وأبسط مثال أنه التطور في العالم كله يبلش من سقوط حبة التفاح، صحيح، وهذا بني عليه كل تطور الفيزياء ولاحقا الهندسة والعلوم بشكل عام. زي ما ذكر طالبنا العزيز محمد، عندما تكون في البيت فأنت في مطبخ كيميائي، في الحياة كاملة أنت في كيمياء، ما شاء الله. وبالتالي هذا الإنسان إذا بتطلع فعلا في مجالات الحياة المختلفة لازم يتساءل كيف هذه الأمور بتصير. يعني إحنا عندنا مثلا نأخذ الرائحة المنبثقة من الورود، هذه عبارة عن مركبات كيميائية، نفس المركب نفسه بالتفاصيل ولكن بتغيير بسيط جدا، ممكن يكون نافع وممكن يكون ضار، صحيح. فهذه المعرفة اللي احنا نتوخاها انه نعلمها للطلاب ويشوفوا يستفيدوا لاحقا ان شاء الله. دكتور، بالنسبة لعدد الساعات المقررة، يمكن هذا السؤال يتبادر في اذهان الكثير والعديد من الطلبة اللي حابين انهم ينتسبون ويدرسون هذا التخصص. نعم، احنا في قسم الكيمياء يتبع لكلية العلوم وهناك ساعات معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث ان قسم الكيمياء معتمد محليا وعالميا في جامعة الشارقة. عدد الساعات المعتمدة للطالب هي عبارة عن 123 ساعة، وتتبع تقريبا كل فصل الطالب بياخذ 15 ساعة، كل ثلاث ساعات تمثل مادة علمية واحدة. ال 123 ساعة هذه عبارة عن علوم كيمياء، مفاهيم أساسية في تخصصات مختلفة. من خلالها كمان احنا بنهتم في جامعة الشارقة في بناء الشخص، مش بس في الكيمياء ولكن في العلوم الأخرى، في التربية، في الشريعة، في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية. وبالتالي بتلاقي انه الطالب لا يدرس فقط الكيمياء ولكن يتعرض الى دراسة مواد بتساعده على تنمية شخصيته، تنمية مهارته وانتمائه لهذا الوطن الغالي. نعم، ذكرت نقطة مهمة دكتور، المواد والمساقات التي توفرها جامعة الشارقة وبالتحديد تخصص البكالوريوس في علم الكيمياء. طبعا ما شاء الله عليك في السنة الرابعة، يعني درست أغلب التخصصات المساقات خلينا نقول أو المواد، صحيح؟ خبرنا أكثر عنها، شو أهم المواد اللي درستها في مجال الكيمياء؟ طبعا وخصيصا في جامعة الشارقة فيها مواد بعدد كبيرة، يعني مواد متنوعة. يعني أنا درست حوالي الكيمياء التحليلية، الكيمياء العضوية، درسني الدكتور هو نفسه دكتور الكيمياء الغير عضوية، كيمياء البيولوجية، كيمياء الكهربائية، كيمياء الفيزيولوجية وإلى آخره. يعني ما شاء الله. وكل كيمياء تقدر أنك تدرسها أكثر وأكثر، يعني سواء الكيمياء العضوية أولى وكيمياء عضوية ثانية وكيمياء عضوية ثالثة وإلى آخره. فيعني أن شيء تنوع كبير، يعني وخصيصا في جامعة الشارقة، يعني أنك تتطور أكثر في مجال الكيمياء. شو المعارف اللي يكتسبها الطالب دكتور رائد في مسألة إذا تخصص في هذا التخصص بالتحديد علم الكيمياء، وكيف يؤهل هذا التخصص الطالب إلى الحياة وإلى سوق العمل؟ الحقيقة عندنا إحنا في تخصص الكيمياء اهتمام خاص بتأهيل الطلبة لمستقبل واعد من خلال بعض المواد التي يدرسها، وخصوصا التدريب العملي الذي يلتزم به الطالب لفترة فصل كامل، بحيث نبعث هؤلاء الطلاب إلى شركات ومعامل ومصانع داخل الدولة ليستزيدوا من العلم العملي، بالإضافة إلى النظري اللي أخذوه، ويؤهلهم في كسب مهارات عملية تساعدهم على التنافسية في المستقبل.
فإحنا لا نهتم في الأشياء النظرية فقط، ولكن أيضا داخل الكورسات يوجد العديد من الكورسات أو المواد العملية اللي الطالب أكيد بيتعلم فيها على استخدام الأجهزة المختلفة اللي تستخدمها الشركات والمصانع. مثلا بنجي نحكي تحليل البيئة والتلوث البيئي، كيف الإنسان بده يشتغل في هذه الأشياء. هنالك أجهزة وعلوم نعلمها للطالب والطالب بيستفيد منها ويستطيع يستخدمها لاحقا. أكيد محمد، غير أن الطالب لابد أنه يكون متفوق في المواد العلمية في الثانوية علشان يكون مؤهل أنه يدرس هذا التخصص العلمي، شو هي المهارات اللي يجب أن تكون أو الصفات اللي يجب أن تكون في الطالب نفسه علشان يتفوق في هذا التخصص ويتخرج بامتياز؟ كصفات عندي شيء واحد، أنه يكون شغوف في الشيء اللي يدرسه. طبعا يوم أنت شيء أنك ما تحب تدرسه ما عمرك ما بتبدع فيه، فيوم انك تحب تدرس كمادة الكيمياء ولا مادة معينة طبعا انك بتطلب العلم هذا انه بشكل متطور، يعني انه في انه على مدى يومي انه في علوم جديدة يعني تخص الكيمياء مثل نانو تكنولوجي والى اخره، يعني انك لازم تطور من نفسك وانك تكون في يعني انك يعني يعني الشخص أو الطالب لابد أنه خلال الدراسة يطور من نفسه، يكون شغوف ويحب المادة نفسها ويحب يعني التخصص نفسه، أنه يعني دائما يكون في يعني في الكيمياء الجديدة اللي اللي بعدها ويواكب التطور كذلك. أي يواكب التطور. نعم، نتكلم عن هذا الجانب دكتور. يعني إحنا عندنا يعني الطلبة بشكل عام يتعلموا الأساسيات علم الكيمياء، ومن ثم مهارات التعلم الجديد. أي شيء جديد في العلم إحنا ننقله للطالب، والطالب دائما بيقدر إنه يتعلم الأشياء الجديدة اللي ممكن إنها تفيده لاحقا. وحتى إحنا عندنا يعني طلاب من مرحلة البكالوريوس يزداد حبهم وشغفهم في العلم لدرجة إنه يدخلوا في مسابقات ويفوزوا. فإحنا عندنا مثلا مثاليا السنة هذه عندنا طالبة، معلش أذكر اسمها وأقدم لها التحية، ميثاء رميثي، فازت في مسابقة على مستوى الجامعة، وكمان طالبة سعودية كمان فازت على مستوى غرفة الشارقة للابتكار ما شاء الله، وهم لسه طالبات في سنة ثانية. هذا من أدى من حبهم للكيمياء وللمواد اللي إيش اللي شافوها. هلا بعض الطالب قد يدخل إلى علم الكيمياء بدون شغف، ولكن تأكدي إنه مجرد أنه انتهاء السنة الأولى والاطلاع على التنوع وأهمية الكيمياء في حياتنا وفي المستقبل تجد أنه حب هذا التخصص وأبدع فيه. جميل. يعني ناس كثير كانوا جايين خلينا نحكي أنه أهلهم يعني قالوا لهم أنه هذا التخصص كويس وإله مستقبل، أجا يدرس فقط أنه مشان يوجد مستقبل، بعدها بتلاقي أنه لا، أنه وجد نفسه في هذا التخصص للتنوع وللفرص المستقبلية الموجودة مقارنة مع التخصصات الثانية. نعم دكتور، هل هناك دراسات عليا بالنسبة للكيمياء في جامعة الشارقة؟ نعم الحمد لله، إحنا عندنا برنامج ماجستير، وهذا فتح قبل سنتين، والفصل هذا وبحمد الله تم تخريج أول دفعة من طلاب الماجستير، وعندنا عدد طلاب لا بأس به بدرسوا في الدراسات العليا في الماجستير، وإن شاء الله الآن قسم الكيمياء بدعم من مدير الجامعة منحضر لتقديم برنامج الدكتوراه في الكيمياء، وهذا رح يكون ثاني برنامج من نوعه في الدولة، وهذا رح يؤدي إلى تأهيل أكثر لطلبتنا ليمسكوا شعلة التقدم إن شاء الله. نعم بإذن الله. محمد، جامعة الشارقة تقدم وتنظم الكثير والعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة. صحيح. على مدار العام بالنسبة للفعاليات اللي شاركت فيها
والله كان في الكيمستري فيستيفال اللي كان السنه اللي فاتت، انه يبنى المدارس اللي حوالينا، يعني المدارس نفس المدرسه الاستراليه العالميه بالقاسمها، ويبنى مدارس اخرى، يعني انه نعلمهم اكثر عن ما هي البكالوريوس الكيمياء، وان كيف انها مفيده لمجتمعنا ولدولتنا، يعني وان كيف انك تساعد فيها، او كيف انها يعني مدموجه بحياتنا اليوميه يعني. نعم دكتور رائد، بتكلم عن المختبرات. المختبرات جزء لا يتجزأ من التفاعلات الكيميائيه والكيمياء، صحيح؟ اكيد اكيد. يعني عن المختبرات، الكيمياء مربوطه دائما في الاشياء العمليه اللي الانسان بيعملها في ايده، اوكي، ويكتشف ويغير. وهي صحيح. بلشت من القدم، كل الناس كانت تحاول انها تحول المعادن الى ذهب من خلال التفاعلات الكيميائيه. فاحنا عندنا في قسم الكيمياء يحتوي القسم على مختبرات عديدة، نعم، بأجهزة متطورة جدا، بحيث الطالب أنه يتدرب ويتعلم على هذه الأجهزة وهذه المختبرات ويقوم بالعمل. تقريبا كل مختبر لا يقل عن 3-4 ساعات من العمل المخبري المنظم، بحيث الطالب أنه بيتعلم مهارات في هذا العلوم المختلفة من الكيمياء. نعم. فهي بالأكيد يعني جزء رئيسي من المهارات اللي الطالب الكيمياء في جامعة الشارقة يكتسبها ويتميز بها عن الجامعات الثانية، بحيث نعم. الطلبة في كثير من الجامعات هذه المختبرات وهذه الوسائل غير متاحة لهم، نعم. وبالتالي التعليم أو العلم اللي بيكتسبوه بيكون ناقص بعض الشيء، بينما عندنا وبحمد الله الجامعة مؤهلة وتستثمر في بناء الجيل من خلال تقديم أفضل ما يمكن من علوم ومن إمدادات للطلبة. نعم دكتور رائد، جامعة الشارقة ولله الحمد دائما ما تواكب التطور، واليوم خلال جائحة كورونا عملية التعليم تغيرت نوعا ما بالنسبة لتخصص علم الكيمياء. الحقيقة لم يتأثر كثيرا التدريس في علم الكيمياء بهذه الجائحة، وإن شاء الله نسأل الله أن يزيلها عن الأمة. النظرة الأساسية اللي قائمة فيها الجامعة على الحداثة والتطور منذ فترة طويلة تسعى إلى دمج التعليم الإلكتروني والعملي، بحيث أنه يصير عندنا إحنا التعليم المدمج واستخدمناه منذ قبل، وبالتالي لما صارت هذه لم تتأثر خصوصا يعني أعضاء الهيئة التدريسية كانوا متدربين ومميزين في القيام بأعمالهم وفي توصيل المعلومات والعلم إلى طلبتنا الأعزاء. والحمد لله يعني توفرت لدينا جميع الوسائل بسهولة جدا، ولا نشعر أنه كان في أي تقصير من الطلبة شغفهم لطلب العلم، مع أنهم بيحبوا أنهم يجوا على الجامعة فيس تو فيس زي ما بيحكوا، ولكن حتى التدريس اللي هو الأونلاين كان الطالب يبذل جهد، حتى أنه بعضهم يحكي له والله فيس تو فيس أسهل. والحمد لله، لا فعلا الكيمياء وباقي التخصصات في جامعة الشارقة لم تتأثر، لأنه كان في متابعة من الإدارة قبل الجائحة أنه إحنا هذا التخطيط المستقبلي للجامعة تبعتنا، نعم. فكنا والحمد لله مستعدين، نعم. يعطيكم الصحة والعافية. الأستاذ الدكتور رائد عبدالله القواسمة، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الشارقة، نحن سعداء بتواجدك، وكذلك سعداء بأنك أنت أعطيتنا المعلومات الكافية والوافية عن هذا التخصص الجميل. كذلك الشكر موصول مشاهدينا للأستاذ محمد عدنان الأحمد، طالب سنة رابعة في تخصص بكالوريوس الكيمياء. شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية.